في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، تنفيذا لقوانين وقرارات سابقة من المحكمة الاتحادية، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. أغلبية واضحة في دعم مسارات الإصلاح للانتخابات المحلية وسلوك مسارات تتوافق مع رغبة الجماهير في قانون انتخابي يحفظ الحقوق ويعالج الفجوات الواضحة في آخر عملية اقتراع. يترافق هذا مع جملة مستجدات حكومية في إتمام متطلبات هذه العملية الانتخابية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في تشرين الأول من العام الحالي وضمنت في المنهاج الوزاري. ومع هذه التحركات التي اختصرت كثيرا من المسافة الزمنية لموعد الوصول، إلا أنها تستلزم مشوار آخر من المتطلبات اللوجستية، وبجميع الأحوال حركت المؤشرات باتجاه العد العكسي وقد أعلنت ساعة الصفر. أما في ملفنا الثاني، مع قرب ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، اليوم بدأت تتجه حشود القاصدين إلى الكاظمية المقدسة سيرا على الأقدام من مختلف المحافظات والفئات. أصحاب المواكب شمروا عن سواعدهم لبدء ما اعتادوا عليه في كل عام بمناسبات أهل البيت ليخدموا الزائرين بتعدد صنوف الخدمة. ونسأل الله يحسن لكم العزاء ويعظم لكم الأجر والثواب. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، المختص بشأن الانتخابي الدكتور عمار البهادلي. أهلا بك دكتور عمار، وكذلك ترحب بالباحث بشأن السياسي والقانوني السيد عماد المسافر. أهلا بكم سيد عماد، وأبدأ معك سيد عمار. تعديل قانون الانتخابات إلى أي درجة ضروري بهذه المرحلة، والانتخابات حددت في الشهر العاشر من قبل المنهاج الوزاري في برنامج رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني؟ نعم، بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. يعني حقيقة الأحداث الأخيرة في الانتخابات المبكرة، خصوصا احتراز بعض الكتل السياسية على نتائج الانتخابات والأرقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع، هي كانت بحد ذاتها تشكل علامات استفهام وعلامات يعني كأنما هي مثار للتعجب والدهشة بشأن هذه الانشقاقات وحقيقة التباين في الرؤى ووجهات النظر، وحتى ربما وصل الأمر في بعض الأحيان إلى الاحتدام ما بين القوى السياسية، خصوصا يعني أحداث المنطقة الخضراء هي كانت كأنما منزلق لصناديق الاقتراع. فبالتالي هذا الموضوع يحتم إعادة النظر بصناديق أو بقانون الانتخاب. أعتقد أنه وضع كوضع العراق السياسي والاجتماعي بالتحديد، خصوصا انه يعني وضع فسيفسائي معقد، هنالك اكثر من مكون اجتماعي، هنالك اكثر من اقليه، هنالك اكثر من فصيل سياسي. هذا الحقيقه الموضوع لا يمكن ان يحقق الانسجام والتعاون وفقا لقانون هو يصنف تحت قوانين الاغلبيه او نظام الاغلبيه او التعدديه الاغلبيه، باعتبار انه التعددية الأغلبية وفقا للتجارب السياسية والتاريخية وتجارب دول العالم هي حقيقة لم تكن ناجحة في إدارة يعني المجتمعات المنقسمة مثل العراق. فبالتالي أعتقد سيكون المشهد ضبابي، سيكون هنالك احتدام في وجهات النظر مرة أخرى داخل البرلمان وخارج البرلمان العراقي حول قانون الانتخابات، لكن السيناريو المرجح
ربما الأقوى في المرحلة المقبلة هو العودة لنظام سانت ليغو، لكن الاختلاف في الآليات باعتبار أن هنالك سانت ليغو اللي هو 1.4 أو سانت ليغو المعدل 1.6 أو حتى 1.7 وكذلك 1.9. هذا الموضوع حقيقة سوف يبقى خاضع لإرادات الكتل السياسية، وأيضا هنالك قولة للشارع العراقي باعتبار أن هنالك اليوم منظمات تنشط في هذا المجال في تعبئة الرأي العام وفي كذلك تعبئة الإعلام باتجاه اتباع نظام انتخابي تكون إفرازاته ومخرجاته هي ملائمة أولا لخارطة برلمانية، وأنا أتحدث لخارطة برلمانية أقصد على مستوى مجالس المحافظات أي البرلمانات المصغرة، وكذلك أن يكون هذا القانون أو النظام الانتخابي في المرحلة المقبلة هو أولا يلبي متطلبات الشارع العراقي، وكذلك يحذر من العودة إلى يعني تداعيات أحداث 2019 أو تظاهرات 2019، وكذلك يجب أن يكون هنالك وكأنما إحداث نوع من التعاون والتنسيق والتوافق ما بين الأحزاب السياسية، أي أنه العراق اليوم طيب. يحتاج إلى إيجاد نظام انتخابي يحاول أن يناغم ما بين الشارع مرة وما بين الأحزاب السياسية، لأنه اليوم حقيقة الشارع العراقي خصوصا بعد أحداث الخضراء اللي يعني حدثت بسبب أرقام وإفرازات صندوق الاقتراع لعام 2021 هي كشفت عن حجم الانشقاقات ما بين بعض الكتل السياسية وحجم يعني التنافرات وحجم، بالتالي إذا تسمح لي دكتور عمار يعني هذا الحجم بالتفاوت والانشقاقات قد ينذر بعدم وجود أريحية وسلاسة بالتصويت على هذا القانون. أعود لك لهذه النقطة، لكن دعني أرحب مرة أخرى بكم سيد عماد. هذا التعديل المفترض لقانون أو قرارات جاء بقرارات من المحكمة الاتحادية بالعدد 43 بسنة 21 و 159 أيضا بسنة 21 وقبلهن العدد 103 بال 2019، لكن ما هي أهم المواد المفترض تعديلها بحسب رؤية المحكمة الاتحادية وقراراتها؟ شكرا جزيلا أستاذ بشار، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدي ومتابعي قناتكم الكرام. حقيقة يعني فقهاء القانون يقولون أن القوانين لا يقاس نجاحها بمدى سماويتها لكن بمدى ملائمتها للمجتمع. نعم. كلما كانت هذه القوانين ملائمة للمجتمع كلما كانت درجة نجاحها عالية. لا بأس أن تعدل هذه القوانين وفق الخارطة السياسية ووفق الثقل السياسي وفق رؤية الجماهير ووفق رؤية الكتل السياسية التي تشكل عصب العملية السياسية. تعديل قانون الانتخابات يعني احنا شاهدنا تم إلغاء مجالس المحافظات عقب يعني تظاهرات تشرين، وأنا أعتقد هذه كانت ردة فعل من قبل أصحاب القرار يعني تجنبا لإسكات المتظاهرين بشيء ما يرتبط ارتباط كبير بالقضية السياسية الكبيرة. هذا التعديل ممكن أن ينسجم مع متطلبات الكتل السياسية الفاعلة والكبيرة داخل العملية السياسية، ممكن جدا أن نشاهد اعتراضات على هذا التعديل أو على هذا القانون برمته، سواء كان من الأخوة داخل العملية السياسية أو حتى خارج العملية السياسية، لأنه باختصار لا ممكن أن يكون هناك قانون مثالي 100% يعني يجد رضا لكل الأطراف. البرلمان عاكف على قراءة التعديل قراءة أولى اليوم، وبالقادم الأيام سيكون هناك قراءة ثانية ومن ثم التصويت على هذا القانون. طيب، الاتفاق السياسي جرى قبيل تشكيل الحكومة ويقضي بإجراء الانتخابات المحلية، لكن إلى أي درجة سيضمن هذا القانون فرص تكافؤ بعديد الأصوات والمقاعد قياسا بالقانون السابق المفترض تعديله؟ يعني ما زالت هذه القضايا الفنية هي محل نقاش داخل البرلمان عفوا بين الكتل السياسية، مدى التوافق على هذا القانون. ممكن جدا نشهد توافق بالأغلب الأعم، أن الكتل السياسية ليس لديها الاعتراض الكبير على يعني بنود وفقرات هذا التعديل،
هناك شبه إجماع أن يمر هذا القانون، قانون انتخابات مجالس المحافظات، مع الأخذ بنظر الاعتبار ردات الفعل الجماهيرية وردات الفعل حتى من داخل العملية السياسية من الكتل المعترضة على هذا القانون. ما دامت هذه القوانين تناقش داخل قبة البرلمان ويتم التصويت عليها بطريقة دستورية، فوارد جدا أن تمر هذه القوانين وبأريحية كبيرة. طيب أعود لك سيد عمار، التعديل ملزم بحسب قرارات المحكمة الاتحادية، ملزم للبرلمان، لكن تعتقد بحسب المعطيات المتوفرة سياسيا وبرلمانيا هل سيصوت على هذا التعديل بأريحية؟ نعم، بما أن هنالك تحالف يعني يمتلك أكثر من 184 مقعد وهو تحالف إدارة الدولة، وأغلب هذه الأحزاب حقيقة اتعظت من قانون رقم 9 لسنة 2020 باعتبار هذا القانون ينم إلى أحد أنواع الأنظمة الانتخابية الهجينة بل والغريبة، لأنها لم تستخدم إلا في 5 دول في العالم وهي تصنف بالأنظمة التعددية الأغلبية. حقيقة واحدة من مساوئ هذه الأنظمة هو الهدر في الأصوات، وبنسبة يعني بدراسة شخصية وصلت إلى نتيجة أنه كان عدد الأصوات المهملة في الانتخابات الأخيرة 5 مليون صوت من أصل 8 ملايين وكسر صوت صوتوا بالانتخابات. فبالتالي هذه إشكالية تتضح ب أولا انعدام التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، وثانيا هنالك حالة من اللاتوازن في يعني إنتاج خرائط سياسية أو برلمانية داخل البرلمان. هذه الإشكاليات بالإضافة إلى إشكاليات أخرى فنية حقيقة تتعلق بالنظام الانتخابي ستدفع القوى السياسية إلى إعادة النظر بالقانون الانتخابي أو النظام الانتخابي، نتحدث بالتحديد عن النظام الانتخابي في المرحلة المقبلة، وبالتالي ربما ستكون هنالك محاذير عن هذه النظم الأغلبية والرجوع إلى نظم التمثيل النسبي. لكن إذا كانت هنالك يعني احتدام في وجهات النظر وخلافات قوية، من المتوقع وإن كان في المستقبل القريب هو حقيقة يعني ليس بالاحتمال القوي الذهاب إلى الانتخاب أو النظام الانتخابي المختلط، باعتبار هذا النظام الانتخابي المختلط هو نظام توفيقي يوفق ما بين مختلف المطالب الحزبية ومختلف مطالب الشارع العراقي، بمعنى اللجوء إلى الدائرة الصغيرة واللجوء إلى الدائرة الكبيرة وكذلك اللجوء إلى هذه النقطة. يعني تحديدا يمكن أكو اعتراضات عليها من بعض الكتل، بعض النواب، يمكن التيار الصدري موقف دكتور عمار غير واضح حتى الآن، لكن المستقلين عندهم اعتراض على بعض هذه التعديلات المراد إجراءها على القانون، هذا ما يعرقل التصويت. ليش يعني ذكرت أنه ممكن الذهاب وإن كانت هذه الاحتمالية ضعيفة إلى نظام مختلط، باعتبار هذا النظام حقيقة راح يكون كأنما فصيلين، ناس تصوت على هذا القانون باعتبار أنه يرغب بالدوائر الصغيرة وبنظم التعددية الأغلبية، هي النظم اللي نسميها كأنما نظام الفائز الأول، شلون نظام الصوت الواحد غير متحول اللي اشتغلنا به بالانتخابات الأخيرة، وهنالك أحزاب ترغب بالدوائر المتوسطة اللي هي على مستوى المحافظة وبالتمثيل النسبي، فبالتالي مثل هذا النظام راح يكون هو أشبه بالآلية التوفيقية وحلول وسطية ما بين كلا الفريقين المتخاصمين، خصوصا أنه أنا أتوقع في المرحلة المقبلة سيكون احتدام سواء كان داخل البرلمان أو خارج البرلمان في وجهات النظر ما بين الأحزاب والقوى السياسية، باعتبار أنه التيار الصدري المرحلة المقبلة هو عازم وبقوة بالدخول إلى العملية السياسية من خلال مجالس المحافظات، فبالتالي هو اليوم يعبئ جماهيره وماكيناته الانتخابية من أجل العودة، لكنه يفضل حقيقة الإبقاء على نظام الصوت الواحد غير متحول أو الذهاب إلى نظام الفائز الأول. وهذه الأنظمة حقيقة بمنظور وبالقياسات يعني المختصين في النظم الانتخابية هذه تحتاج إلى إجراءات فنية دقيقة، كأن يكون ترسيم الدوائر الانتخابية هو عملية ترسيم معقدة جدا وتحتاج إلى مهارات فنية ورياضية ومالية، وكذلك تحتاج إلى خبرات ربما دولية، الاستعانة بالخبرات الدولية، وهذا يعني ما ترفضه بعض الأحزاب السياسية بالتدخل الدولي أو الأممي في الانتخابات. لكن هنالك الأحزاب السياسية الفاعلة اليوم داخل المشهد السياسي وداخل البرلمان هي من تؤكد بضرورة العودة إلى النظام السابق وهو نظام التمثيل النسبي من أجل منع الانزلاق إلى احتراب جديد أو احتدام جديد كأحداث المنطقة الخضراء التي هي كانت أحد إفرازات صناديق الاقتراع، وكذلك ساحات التظاهر التي كانت يعني حول الأرقام الانتخابية والتشكيك بنتائج الانتخابات هي أيضا كانت هي نتائج الصوت الواحد غير متحول. فبالتالي اليوم
تقسيمة المجتمع العراقي. أولا أنا أركز على التقسيمة أو التركيبة المجتمعية، وكذلك عدد الأحزاب السياسية بحدود 300 حزب سياسي اليوم يعني داخل الساحة العراقية. هذا يحتاج إلى نظام انتخابي يحتوي جميع هذه المركبات والمكونات المجتمعية وكذلك جميع هذه الأحزاب السياسية. وأعتقد مثل هذا التكوين المركب والمعقد لا يمكن استيعابه أو ألا بنظم التمثيل النسبي أو النظم المختلطة، لكن أنا حقيقة أشكل في هذه المرحلة على النظم المختلطة باعتبار هذه النظم هي مرحلة متقدمة جدا، تحتاج إلى وعي انتخابي عالي، وتحتاج إلى جمهور يعني لديه ثقافة سياسية وانتخابية، وتحتاج إلى تراكم الخبرات الانتخابية. بمعنى آخر هذا يرجع على دوركم ما أنتم كخبراء انتخابات وإعلاميين في هذا المجال حتى ثقفون المجتمع والناخب حول السلبيات والإيجابيات بهذه القوانين. لكن أعود لك سيد عماد، التغييرات من أجل الوصول إلى قانون انتخابي ونتائج مرجوة ومرضية أو متوازنة، هذه التغييرات تضمنت يمكن 14 مادة قانون انتخابات مجالس المحافظات، يقع يمكن بمقدمتها استبدال عبارة مجالس المحافظات بمجلس النواب ومجالس المحافظات بكل مواد القانون. لكن هذه التعديلات سيد عماد ممكن أن تغير المعادلة؟ يعني ممكن جدا، الجغرافيا السياسية العراقية معقدة جدا، وأنا أعتقد على المشرع العراقي داخل قبة البرلمان أن يأخذ بنظر الاعتبار إذا كان ينطلق الآن وهو يشرع هذه القوانين أو يعدل على هذه القوانين كونه ينتمي إلى كتلة سياسية لديها عدد كبير من المقاعد داخل قبة البرلمان، عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الرمال المتحركة بالسياسة العراقية ستجبره في يوم من الأيام أو في الدورة القادمة أن يدافع عن 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 قانون انتخابي يضمن أصوات الكتل الصغيرة. لهذا نقول أن المشرع العراقي عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار كل الحسابات الرقمية والجغرافية والجيوسياسية التي يراد منها جعل العملية السياسية العراقية عملية مستقرة نوعا ما، لا أن نذهب إلى ما تفضل به ضيفك الكريم هذا الانزلاق الخطير عقب هذه الانتخابات التي شابها يعني شبهات التزوير وغيرها وكادت أن تودي بالعراق إلى حرب أهلية. كل هذا جاء من عبر قانون انتخابي نقدر نسميه مشوه إلى حد ما، غير عليه إجماع كبير من القوى السياسية، أدى إلى ما أدى عليه. لهذا نؤكد أن القوانين يجب أن تكون ذات مقبولية بمختلف الكتل السياسية بصغيرها وكبيرها. طيب دكتور عمار ذكر نقطة مهمة سيد عماد، قضية ثقافة الناخب، مستوى وعي الشارع أو الناخبين، وأهمية هذه النقطة والمحور. أقول نقطة كانت مهمة تعاني من عندها الانتخابات السابقة واللي سبقتها هي نسبة العزوف الكبيرة. خطوات الحكومة الحالية، بعض الإجراءات التي وصفت بالناجحة من قبل الشارع والمختصين والمراقبين، تعتقد راح تنجح بإعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية بشكل عام وبالتالي تقليص نسبة العزوف؟ سيد عماد، يعني أنا أعتقد أنه القوانين لها أثر كبير على أرض الواقع. ممكن قوانين تضمن حق هذه الأغلبية الكبيرة المقاطعة للعملية الانتخابية اليوم يطرحه المختصون والباحثون بهذا المجال، أن أكثر من 80% من الشعب العراقي مقاطع لعملية الانتخابية، والجماهير الكتل السياسية خلينا نسميها المتحزبة بين هلالين هم من خرجوا إلى هذا. المواطن ينظر إلى الموضوع بزوايا عديدة. أولا الزاوية أنه هذه القوانين هل ستلبي طموح الشارع العراقي أو طموح الناخب العراقي، إضافة إلى هذا الكتل المنبثقة من نتائج هذه الانتخابات هل لديها الإمكانية أن تلبي طموح هذه الجماهير؟ العملية معقدة بنسبة كبيرة جدا، لكن هذه الكتل السياسية الموجودة الآن بالخريطة السياسية عليها أن تضع بحساباتها أنه لا تعول كثيرا بل تعول كل التعويل على جماهيرها، عليها أن تضع قوانين جاذبة للأصوات الانتخابية من أجل مشاركة هؤلاء 80% من الشعب العراقي المقاطعين للعملية الانتخابية، مرة تقنعهم بقانون ممكن يجذبهم للانتخابات، مرة بخدمات
خدمات تقدم من قبل الحكومة المنبثقة من هذه الكتل، وكل هذه الأمور مجمعة عليها أن تكون جاذبة للناخب العراقي. طيب سيد عمار، عدا قضية قانون الانتخابات الذي هو يعتبر الخطوة الأولى لإجراء أو إنجاح عملية انتخابات مجالس المحافظات، أكو أيضا نقطة مهمة هي التحضيرات اللوجستية، هل ستؤمن؟ أكو إمكاني لتأمينها بظل عدم وجود موازنة حتى الآن؟ يعني حقيقة البيئة الانتخابية تحتاج إلى العديد من المستلزمات، منها يعني الوضع المالي وكذلك الوضع القانوني وكذلك الوضع الفني فيما يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية. أعتقد هي هذه التحضيرات والمستلزمات هي معقدة وتحتاج إلى سقوف زمنية وتحتاج إلى توافر وتكاتف أجهزة الدولة ابتداء من يعني رئيس مجلس الوزراء إلى يعني أدنى مؤسسات الدولة. فبالتالي الموضوع حقيقة هو معقد وشائك ولا يأتي بين ليلة وضحاها. بالتالي اليوم هنالك أولا توفير القانون الانتخابي، باعتبار أنه هنالك اليوم رغبات سياسية بل مزاج سياسي عام ذاهب باتجاه تعديل قانون رقم 12 على ما أعتقد لسنة 2018 أو رقم 36 اللي هو قانون يعني انتخاب مجالس المحافظات، وكذلك نحتاج إلى إعادة النظر بهذا القانون وصياغة هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالدوائر الانتخابية وطبيعة القائمة الانتخابية وكذلك نوع أو آلية النظام الانتخابي. نعم قد نتحدث من جديد عن التمثيل النسبي، لكن ما هي الآلية التي ستتبع؟ هي هل هي 1.7 أم 1.9 أم 1.6؟ هذا الموضوع طبعا يبقى حسب يعني رغبات الأحزاب السياسية وكذلك الشارع العراقي، باعتبار اليوم الشارع العراقي وأصبح قوة ضاغطة ودخلت المعادلة السياسية بقوة خصوصا بعد أحداث 2019. طيب. هنالك أيضا موضوع تخصيص يعني ميزانية مالية في موازنة 2023، وأعتقد هذا الموضوع سيتم التركيز عليه خصوصا أنه الاجتماعات الأخيرة التي كانت ما بين الأحزاب السياسية وكذلك ما بين الرئاسات الثلاث هي تدور حول إجراء الانتخابات في 2023 أو في شهر العاشر من 2023، باعتبار أنه هذا كان أحد يعني الالتزامات التي التزم بها السيد السوداني في برنامجه الحكومي. فبالتالي اليوم الحديث عن تخصيص مالي ضمن موازنة 2023 هو أمر مهم جدا، بل هو تنفيذ للعهود والوعود التي قطعها السيد السوداني. نحتاج إلى مسألة أخرى وهو إعادة النظر بالمحكمة الاتحادية، باعتبار أن هنالك كانت إعادة نظر بماذا دكتور؟ إعادة نظر بماذا؟ عفوا إعادة نظر بمجلس المفوضين أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عفوا. فبالتالي هنالك حقيقة كانت علامات استفهام باعتبار أنه يعني المفوضية الانتخابات أو المفوضية العليا أرجع لك هاي النقطة بها بها تفاصيل إنما هي تناغم الجهات، أرجع لك للمفوضية وهيكليتها. لكن سيد عمار عماد عفوا، من الضروري إقرار الموازنة أو منح المفوضية العليا يعني الأموال المخصصة، لكن إذا تأخرت الموازنة ممكن أن يتم صرف سلفة للمفوضية حتى تبدي من هذا الوقت بالتحضيرات اللوجستية والمالية لإجراء هذه الانتخابات وإنجاحها، وكما معروف الانتخابات بحاجة إلى أموال طائلة. يعني تعرف جنابك أنه الانتخابات تحتاج إلى أمور فنية ولوجستية ومالية، المالية هي الجزء هي الركن الأساسي من هذه الاحتياجات. بقراءة يعني سريعة على الوضع السياسي، ما أنا أعتقد أنه موضوع إقرار الموازنة بات قاب قوسين أو أدنى تحت قبة البرلمان لما نشهده من توافق بين هذه الكتل السياسية من أجل تمرير الموازنة. ربما يطفو على السطح بعض الخلافات بين المركز والإقليم بخصوص قرار المحكمة الاتحادية، لكن هذا الأمر ما أعتقد راح يأخر كثيرا من إقرار الموازنة. استحقاقات كثيرة بغض النظر عن يعني مسألة الانتخابات والأموال المرصودة للانتخابات، هناك استحقاقات كثيرة تنتظرها الموازنة. الشارع ينتظر الكثير من القضايا متعلق بقانون الموازنة، لهذا الكتل السياسية يعني متمثلة بائتلاف إدارة الدولة الماء اللي أخذ على عاتقه تشكيل حكومة السيد السوداني عازم كل العزم داخل ائتلاف إدارة الدولة، وحتى بقية الكتل السياسية اللي نعتقد بها معارضة، هذه المعارضة لا تكون عائق أمام إقرار الموازنة. ربما يكون هناك مناقشة مستفيضة للموازنة داخل مجلس النواب، لكن الموازنة ستمر داخل المجلس. طيب سيد عمار، بالنسبة لهيكلية المفوضية أكو فعلا مساعي تقليص عدد أعضائها أو
إعادة هيكلة المفوضية، وهذه النقطة مهمة جدا لإطمئنان الناخب والمرشح بذات الوقت. يعني حقيقة موضوع المفوضية أو مجلس المفوضين بالتحديد والإدارة الانتخابية، أعتقد مجلس المفوضين هو عصب المفوضية وهو عصب القرارات التي يعني تكون أو تزامن العملية الانتخابية وحتى ما بعد العملية الانتخابية في مرحلة إعلان النتائج. هنالك كانت في بداية الأمر صياغة قانون خاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بنيت شخوص وهيكلية هذه المفوضية على أساس الأوزان الحزبية وليست على أساس يعني محايد ومستقل. وبالتالي هذا حقيقة دفع إلى أن يعني تذهب المفوضية باتجاه منزلق التوافقية ومنزلق المكوناتية، وهذا الموضوع يعني جعل على المفوضية علامات استفهام. وبالتالي كانت هنالك أيضا بعد انتخابات 2021 مبكرة يعني إلقاء اللوم على المفوضية وأعضاء مجلس المفوضين خصوصا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، باعتبار أنه هي كانت في فترة فراغ سياسي. اليوم وفقا للمادة 102 من الدستور أو 101 من الدستور تؤكد على أنه الهيئات المستقلة هي تكون عادة بإشراف مجلس النواب. في تلك الفترة كان مجلس النواب في فترة حل من أمره، بالتالي هو أصبحت المفوضية خاضعة لتأثير مجلس الوزراء أو حكومة تصريف الأعمال أنذاك، بالتالي بالتحديد إلى حكومة السيد الكاظمي. طيب. فكانت هنالك حقيقة علامات شكوك بأنه المفوضية كانت يعني ربما، وهذا ما كانت تدفع به بعض الأحزاب السياسية، وهذا طرح بعض الأحزاب السياسية، أنه تناغم جهات معينة وأحزاب سياسية معينة على حساب أحزاب أخرى. وبالتالي كانت هذه النتائج الانتخابية الأخيرة التي أفرزت حالة من الانشقاق في الشارع العراقي، يعني كادت أن يعني طيب. تدفع باتجاه السلم المجتمعي إلى ما لا يحمد عقباه. لكن والله. اليوم الأحزاب السياسية هذا الموضوع حقيقة هو يبقى أيضا يعني خاضع لرغبات الأحزاب السياسية، هل ستعيد النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أم ستبقي عليها؟ أنا يعني حقيقة نطرح هذا التساؤل بالأيام القادمة. أظن لنضيق الوقت دكتور عمار، شكرا جزيلا لكم المختص بالشأن الانتخابي دكتور عمار البهادلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك، وشكرا جزيلا لكم الباحث بالشأن السياسي والقانوني السيد عماد المسافر، شكرا لك سيد عماد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، الاستعدادات من قبل المواكب الحسينية اليوم لم ترتبط بتقديم الطعام والاحتياجات المهمة للزائرين، بل شملت التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتشييد المواكب للمساهمة بانسيابية إتمام المناسبة وبما ينسجم مع التوجيهات أو التوجهات والخطط الحكومية الخاصة بتهيئة الزيارة خلال هذه الأيام. المزيد مع الزميلة نهى الشمري. أقدام الموالين بدأت تحث خطاها سيرا إلى حضرة باب المراد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. مع قرب موعد زيارة رجبية انطلقت قوافل الإحرام صوب الكاظمية لتتهيأ مواكب الخدمة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم الكاظمي بتقديم خدمة متنوعة للزائرين. بالنسبة لخدمتنا احنا هنا الزوار موسى بن جعفر، يعني عندنا ما شاء الله وجبة غداء، وجبة عشاء، وجبة افطار، بالإضافة إلى القهوة، الشاي، الخدمات للزائر اللي يحتاجها، المبيت، النقل بسياراتنا الخاصة. ونشكر الله ونحمد على هاي الخدمة اللي الله وفقنا بها نخدم الزوار موسى بن جعفر. فمع بدء توافد الزائرين نصبت المواكب التي تعددت خدماتها من توفير المأكل والمستلزمات الطبية والاستراحة للسائرين على الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية، بما تم التنسيق له مع الجهات المعنية لوضع الخطط الخدمية وتضافر الجهود من قبل المعنية مع المواكب والزائرين. خير من الله، الزوار من الجنوب، هذا طريق الجنوب، من الجنوب لما توصل الموسى بن جعفر، هاي مباشرة مستمرة زوار أبا عبد الله. موافقات أمنية وكتب من عمليات بغداد، ومشكورة منها عمليات بغداد، وإن شاء الله البركة موجودة والأمان موجود بكل مكان، وإن شاء الله ما يقصرون، لا إحنا القصر إن شاء الله المواكب، ولا الزائر يقصر.
جهوزية المواكب الخدمية من المحافظات إلى بغداد وصولا إلى الوجهة المقصودة مدينة الكاظمية قبيل موعد الزيارة بأيام قلائل مع مرونة الخطط الأمنية الموضوعة والتعاون بين القاصدين، تسهل إتمام الزيارة بانسيابية عالية خصوصا مع توفر الاحتياجات الخدمية للزائرين. تعددت المنافذ والمقصد واحد، حشود الزائرين تتوجه إلى الكاظمية المقدسة مع قرب ذكرى الزيارة الرجبية وسط خدمات المواكب المتنوعة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الزيارة وهذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد، معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي السيد محمد الفريجي. أهلا بكم سيد محمد، وكذلك نرحب بالمتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية الدكتور عدنان العربي ينضم لنا عبر سكايب. أهلا بكم دكتور عدنان، وأبدأ معك سيد محمد، وأود أن تحدثنا عن الأدوار التي يقوم بها الحشد الشعبي بهذه المناسبة وخصوصا الدور والجانب الأمني بداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدينك الأعزاء. أولا نعزل العالم الإسلامي والعلماء وبذكر استشهاد سيدي ومولاي موسى بن جعفر. الحقيقة منذ يوم أمس بدأت الخطة الأمنية للزيارة الرجبية لهذا العام، وقسمت المحاور وقسمت الأدوار إلى كافة الألوية المنطوية تحت عمليات بغداد المتمثلة بالحشد الشعبي وكافة المديريات الساندة لها. لم يقتصر دور الحشد الشعبي على الدور الأمني فقط، وإنما الدور الخدمي والتوعوي والدور الطبي كذلك. خصوصا الدور الأمني سيد محمد، ما هي أهم وأبرز الطرق الممسوكة من قبل قطاعاتكم؟ قسمت بغداد إلى عدة محاور، أطراف بغداد ومداخل العتبة الكاظمية المقدسة. أطراف بغداد، المدخل الجنوبي مدخل المحمودية واليوسفية كان على عاتق لواء 42 ولواء 14 من الدورة، نزولا إلى غرب بغداد اللواء الثامن يمتد من الطريق السريع ما بين الدورة إلى نزلة الزعفرانية، وإلى يمتد أيضا إلى بغداد جديدة. شمالا تصعد مسؤولية إلى بقية الألوية لواء 40 لواء 12 يمتد من المنطقة من بغداد جنوبا، لأن توافد يكون توافد الزائرين أكثر وازدحام أكثر، فكان قاطع المسؤولية اللواء 12 هناك موجودين، لواء 40 هناك موجودين بالكاظمية وكافة الألوية اللي موجودة. استنفرت مديريات الحشد كافة كاستخبارات واتصالات ومعاونية الطبابة، تم نصب ما يقارب مستشفيان اثنين ميدانيين، تم إنشاء ثكنات طبية 10، تم انتشار 45 مفرزة إسعاف، وهذا اللي موجود الأغلب ما موجود. طيب أيضا دعنا نرحب مرة أخرى بدكتور عدنان. أهلا بك دكتور عدنان مرة أخرى، وأود أن تحدثنا، يعني هناك اليوم استنفار إعلامي كبير إلى جانب الاستنفار الأمني والخدمي لمختلف الأجهزة، لكن ما مدى التنسيق مع ما بين اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية مع بقية ما بين القنوات، وكذلك من أجل تأمين التغطية الإعلامية لهذه المناسبة الكبيرة؟ شكرا لك، وأحيي ضيفك ومشاهديك الكرام مشاهدي قناة أيام الفضائية. وحقيقة نحن نعيش هذه الذكرى الأليمة، وهي ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بالتأكيد الإعلام له دور كبير في هذه الزيارات المليونية، وكان لنا يعني اجتماعات مسبقة قبل هذه الزيارة بأشهر تقريبا، وتم الاتفاق مع العتبة الكاظمية مشكورة، وخصوصا هذه العام كان لها يعني دور كبير في أن تساعد في دعم المؤسسات الإعلامية التي تغطي. فبالتالي يعني تم توزيع مراكز الإعلامية على
يعني مقتربات العتبة الكاظمية والمنطقة المحيطة بها وطرق الزائرين، وكذلك تجهيز منصات للمراسلين واستوديو لل يعني للبرامج التي تبث خلال أيام الزيارة. وكل هذه المراكز جهزت بعجلات SNG تابعة للقنوات الفضائية مع ترددات مفتوحة، ممكن أن تعطى هذه الترددات لكل دول العالم الصورة من مدينة الكاظمية ومن كل مناطق بغداد والمناطق المرتبطة ببغداد الزائري. وبالتالي تكون لدينا صورة واضحة لكل ما يجري أثناء هذه الزيارة. والحمد لله انتشار واسع سيكون، إضافة إلى الأجهزة المحمولة لمراسلين ومصورين التي ترافق بعض المواكب الجميلة التي تجسد بعض المشاهد الزيارة. سيكون هناك مراسلين ومصورين مشتركين بهذه المواكب وينقلون بالصوت والصورة للعالم أجمع ما يجري في هذه الطرقات للزيارة المليونية، زيارة الإمام موسى بن جعفر في 25 من رجب في بغداد إن شاء الله المرتقبة قريبا. أيضا نرحب بالناطق باسم الإعلام الأمني سيادة اللواء تحسين الخفاجي، ينضمنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بكم سيادة اللواء، وأود أن تحدثنا عن طبيعة الخطة الأمنية المعدة لتأمين وحماية هذه الزيارة ومدى سلاسة التطبيق. سيادة اللواء إذا تسمعني. أسمعك واضح. سيادة اللواء، سألتك عن طبيعة الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة والزائرين ومدى سلاسة تطبيقها. طبعا أولا مرة أخرى أؤكد تحية لك ولمشاهديك الكرام وضيوفك الكرام. الحقيقة الخطة الأمنية بدأت منذ يوم أمس في الساعة 6:00 صباحا، وهذه الخطة بدأت بتطبيقها على شقين، الشق الأول الشق الخدمي والشق الثاني هو الشق الأمني. العمل الأمني والجهد الأمني من قبل القوات الأمنية وبالذات قيادة عمليات بغداد وخصوصا بإشراف معالي وزير الداخلية اللي هو يعتبر المشرف الرئيسي على الخطة الأمنية بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، تم اتخاذ ووضع خطط أمنية خاصة بزيارة الإمام موسى بن جعفر. هذه الخطط تشمل عمليات استباقية خارج حدود مدينة بغداد، شمالها وجنوب غربها وغربها، تشمل أيضا عمليات إعادة توزيع وانتشار القطعات وجهد استخباري كثيف جدا، تشمل أيضا مفارز من الكيناين وكذلك المفتشات، وأيضا بمشاركة الحشد الشعبي والأخوة في الحشد واستخبارات الحشد. تشمل أيضا عملية الحقيقة ملاحقة ومطاردة لكل من يحاول أن يسيء إلى الشعائر المقدسة، وكذلك عدم السماح لأي ظاهرة تكون أو قد تسيء إلى الزائرين. هناك عمل كبير وجهد كبير مكثف من قبل القوات الأمنية وبالذات قيادة عمليات بغداد. الطرق فيما يخص الطرق لحد الآن لم نتخذ أي إجراء في قطع الطرق، وهذا يعتمد على آلية الزخم الحقيقة الزائرين، وسوف تتخذ الإجراءات في حينها في حالة ازدياد الزخم الحقيقة المواطنين والزائرين. أيضا تم اتخاذ إجراءات مهمة فيما يخص الدفاع المدني، فيما يخص المستشفيات، فيما يخص أيضا. طيب، يبدو أن هناك خلل بالاتصال سيادة اللواء إذا تسمعني. الشكر الجزيل لكم سيادة اللواء، ونعتذر عن هذا الخلل بناقل الاتصال، نعيد الاتصال بعد قليل إن تم تأمينه. وأعود لك مرة أخرى سيد محمد، كنت تتحدث عن الجهد الأمني والجهد الأمني والذي تقوم به قطاعات الحشد الشعبي إضافة إلى الجهد الخدمي، هل تشاركون بخدمة الزائرين بمساعدة أصحاب المواكب وغيرهم؟ تم إنشاء عدة مواكب ممثلة بهيئة الحشد الشعبي ومساعدة كافة المواكب الموجودة من توفير الغاز وتوفير المياه
تدري ان المناطق قطعت بالكامل، اغلب مناطق محيط الكاظمية تم قطعها بالكامل، فتم معاونة المواكب اللي موجودة بما يمكن ان نساعد به، اضافة الى تم خطة خدمية ورفع النفايات، هذا ما يتمثل به بجهد الهندسي المتمثل جماعة الحج الكوفي جزاهم الله ألف خير، نسأل الله أن يوفقهم يرجع الحج السالم غانم إن شاء الله من سفرته اللي راح بيها، معالجة الأخوة المنكوبين في سوريا. نعم. فعندنا خطة خدمية إن شاء الله موجودة ساعدنا بها أغلب اللي المواكب اللي موجودة، وعندنا خطة خدمية وهناك حرفية عالية في التعامل في الجانب الاستخباراتي، هناك إنشاء بعض الفلاتر للتفتيش من الرجال والنساء والكيناي هم أيضا حاضر، مديرية المتفجرات التابعة لهيئة الحجز الشعبي، وكان هناك تنسيق عالي جدا مع أصحاب العتبة الموجودين، أخص بالذكر الدكتور حيدر جزاه الله ألف خير، وإن شاء الله نحن وهم نساعد لنجاح هذه الزيارة واستحصال إن شاء الله. طيب دكتور عدنان أهلا بك مرة ثانية. دكتور نعود إلى الجانب الإعلامي والتغطية الإعلامية والصحفية لأحداث ومجريات هذه الزيارة، وأود أن تحدثنا يعني هل هناك يعني سهولة بحصول القنوات محلية أو عربية أو أجنبية على نقل مباشر بتعاون معكم كاتحاد إذاعات وتلفزيونات عراقية أو مع العتبة الكاظمية أو إعلام العتبة؟ نعم بالتأكيد يعني عزيزي، إنه الزيارة اليوم هي لا تخص فقط يعني العراقيين، هنالك يعني زوار أجانب قاصدين وهنالك أجنبي يشارك في هذه التغطية، وبالتالي يعني نحن كاتحاد وكفضائيات عراقية لنا دور في إعطاء الصوت والصورة لزملائنا الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في العراق من أجل إيصال الصورة إلى قنواتهم الفضائية في بلدانهم سواء كانت العربية أو الأجنبية، وهذا ما معمول به حقيقة وليس بجديد على القنوات العراقية في كل الزيارات المليونية وخصوصا زيارة 40 وزيارة 25 مرة. إضافة إلى ذلك لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للقوات الأمنية لمساعدتها في تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين لتغطية هذه الزيارة، ومن خلال شاشتكم المباركة أستثمر هذا الموضوع وأدعو الأخوة في القوات الأمنية في كل صنوفها أن يكون لهم يعني يساهم في إيصال صورة حقيقية وجميلة عن يعني ثقافة هذه الزيارة ووعي هذه الزيارة وفكر هذه الزيارة وثقافة الشعب العراقي المعطاء الكريم في يعني إنجاح هذه الزيارة. بالتأكيد طيب. الأمنية لها دور كبير إذ ما أعطت الفرصة والمساحة الكافية ومساعدة إخوانهم الإعلاميين في التغطية. طيب بالنسبة للزملاء الإعلاميين، ما هي الإجراءات بمنح التراخيص الإعلامية للمراسلين للمصورين من أجل تغطية أحداث هذه الزيارة ومجرياتها؟ نعم بالتأكيد كل هذه القنوات الموجودة العراقية هي مرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتالي لها الحق في أن تتجول في يعني مناطق بغداد وطرق الزائرين والعتبة. بقى هنالك اتفاق يعني صار مع العتبة الكاظمية المقدسة بأن يكون هنالك باج مخصص لعجلات النقل المباشر فيها شخص مخول ومعرب بهذه العجلة ليتم التواصل معه، وإحنا طلبنا كذلك من الإخوان في إدارة إعلام العتبة الكاظمية أن تذهب هذه النسخة إلى عمليات بغداد لتسهيل عمل هذه العجلات. كما تعلم الزيارة حينما تبتدئ من مناطق بعيدة عن الكاظمية، وهنالك تغطية تكون في الطرقات المؤدية إلى مدينة الكاظمية، وبعد قرب الزيارة ممكن أن تلتحق هذه العجلات وأن تدخل إلى مدينة الكاظمية ويكون دخولها وقت ذروة
فبالتالي نحتاج تسهيلات مع هذا الزخم الكبير لعدد الزائرين، نطلب تسهيلات لهذه العجلات لتمر بسلام وتتمركز في الأماكن التي تحتاج أن تنقل الصورة من خلالها. أعود لك سيد محمد، ويعني يبدو أن هناك جهود كبيرة، جهود خدمية، جهود صحية، جهود من مختلف الأجهزة التي تقدم خدمات، جهود أصحاب المواكب، إضافة إلى الجهود الأمنية من قبل مختلف القطاعات الأمنية وقطعتكم بالحشد الشعبي. يعني هنا يتبادر السؤال، إلى أي درجة يوجد تنسيق ما بين كل هذه الأطراف لإنجاح هذه الزيارة؟ بالحقيقة هناك تنسيق عالي جيد جدا، نقدر نقول عليه تنسيق صار مع قائد عمليات بغداد المتمثل بالفريق أحمد سليم، وكان مؤتمر قبل يومين مع السيد الوزير، وزير الداخلية جزاه الله خير، فكان تنسيق جدا عالي، كان دراسة ميدانية وأمنية لمنطقة الكاظمية ومحيطها وأطرافها، ودراسة حقيقية للأهداف الخطرة وتم معالجتها ونصب معالجة جيدة لها إن شاء الله، ونكون إن شاء الله إحنا على أتم الجهوزية، ونطمن الأخوة الزائرين إن شاء الله سنكون درع أمان لهم بعون الله. طيب، مع الأسف فقدنا الاتصال مع اللواء تحسين الخفاجي، فكنت أود أن أسأل عن الطرق المقطوعة وكيفية التعامل معها، فأسألك باعتبار جانب أمني وهناك تنسيق بينكم، القطاعات الأمنية هل تم توفير طرق بديلة؟ هل اختلفت الخطة بالنسبة لقطع الشوارع عن الخطة الأمنية السابقة بالزيارات السابقة؟ سيد محمد. العفو، كان توجيه وزير الداخلية هذا الجانب أنه تكون انسيابية عالية، عدم قطع أغلب الطرق، خلي أنه السيارات وانسيابية المواكب اللي موجودة الجاية لخدمة الزائرين تكون بطريقة طبيعية، ما يتم قطع أي طريق، هذا كان اللي التوجيه، إلا بعد استحصال موافقات أو هناك طارئ يوجب لقطع الطريق. فكانت انسيابية هاليومين انسيابية كل الجيدة، والزائرين بسلاسة يزورون الحمد لله، وتقدر تشاهد عن طريق قنواتكم وعن طريق ناقليكم الزيارة. الشكر جزيل لكم سيد محمد، ونسأل الله أن يحسن لكم العزاء ويعظم لكم الأجر والثواب. معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي السيد محمد الفريجي، كنت ضيفا كريما، وشكر جزيل لكم. المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية الدكتور عدنان العربي، شكرا لكم دكتور، والشكر جزيل للناطق باسم العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، والشكر موصول لكم مشاهدينا، ونسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب.